هذا معياركم لأي بيتزا ناجحة في الدنيا، إنه مهما يكون في عليها أشياء من فوق ستريت، هي العجينة مش ناشفة، هي العجينة كريسبي زي الشيبس. هذا الفرق. اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج يلا ناكل. زي ما شفتوا بالعنوان بدي اعمل ثلاث انواع بيتزا او ثلاث حشوات للبيتزا ما تكون ايطالية. يعني الوصفة الاولى هي حتكون بيتزا مسخن، الوصفة الثانية تشيز ستيك بيتزا. تشيز ستيك لحاله اشي كتير زاكي، والبيتزا لحالها اشي كتير زاكي، وبتدخل الاثنين هدول مع بعض بتطلع اشي كتير 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 قوي. اما الوصفة الثالثة بيتزا داينامايت شريمب، بس ما رح نقلي الشريمب اختصارا للوقت تعجينا للبروسس تبع البيتزا. وهلا بدون ما اطول عليكم اكثر من هيك خليني اورجيكم كيف عملت الخلطات المجنونه هاي. خلينا نبلش. اول شيء عشان اضمن انه الخميره تبعتي عم تتفاعل رح احطها بكوبايه مي مع شويه سكر واتركها على جنب. رشه ملح على الطحين وعليهم زيت الزيتون ورح اقلبهم كلهم مع بعض بالمعلقه. هلا بعد ما الخميرة تبعتي طلعت رغوة رح أضيفها على الطحين ورح أحركهم كلهم مع بعض لغاية ما يتجانس عندي الخليط بالكامل. بعديها رح أنقلهم عندي على السطح اللي رح أشتغل عليه، رح أحط لها تايمر لمدة 10 دقايق ورح أضل أعجنها. بس تتجانس كلها مع بعض رح أعجنها بهاي الطريقة لباقي المدة. بعدين رح أشكلها على شكل كورة، بعديها رح أنقلها على طاسة فيها شوية زيت وأغطيها وأسيبها تخمر. لتحضير الحشوة الأولى واللي هي حشوة المسخن عندي زيت زيتون، رح أحط عليه الدجاج. طبعا ما بدنا زيت الزيتون كتير يسخن قبل ما نحط الدجاج، على طول بنحط الدجاج فوقه. بنقلب الدجاج لغاية ما يبلش يتغير لونه، وبعدين رح أضيف له البصل. بس دبل البصل رح أرش رشة خفيفة من الفلفل الأسود ورشة خفيفة من الملح. طبعا المسخن ما بصير مسخن بدون سمه، رح اقلبهم كلهم مع بعض وبهيك حشوه المسخن صارت جاهزه. رح اشيلهم على جنب ورح ابلش بتحضير الحشوه الثانيه واللي هي التشيز ستيك. رح احتاج 3 مكونات اساسيه واللي هي بصل ابيض، فلفل اخضر مقطع على مكعبات، واللحمه البقري. لو بدكم تعرفوا شو اللحمه اللي انا استخدمتها ارجعوا للرابط اللي طلع لكم فوق على الشاشه واللي عملت فيه سندويشه الفيلي ستيك ساندويتش. هلا حطيت البصل بالقلاية مع شوية زبدة ورح أقلبهم لغاية ما يدبل البصل، وبعديها رح أشيله على جنب. رح أقلب اللحمة وبس يبلش يتغير لونها رح أضيف عليها الفلفل الرومي. هلا بعد ما الفلفل الرومي بدأ يدبل رح أرجع عليهم البصل، وهلا رح أحط لهم رشة ملح ورشة فلفل أسود. بالفيلي ستيك ساندويتش ما بنستخدم كريمة الطبخ، بس لقيت إنه كريمة الطبخ مع هاي الخلطة أنسب للبيتزا لأنه ما عندنا صوص نحطه تحت هذا الخليط. رح أشيلهم على جنب وأحضر الخلطة الثالثة. الخلطة الثالثة كتير بسيطة واللي هي الدايناميت شريمب. عندي روبيان بس رح أقلبه لغاية ما يتغير لونه مع رشة ملح خفيفة ورح أشيله على جنب. شايفين عندي العجينة كيف نفشت وشكلها بجنن. رح أرجع أعجنها كمان لمدة 2 دقيقة. رح أكورها وأقطعها ل4 أرباع. يا الله شوفوا كيف هلأ رح ترجع تنفش عطول. يا سلام، عجينة خامرة ومزبوطة 100%. فرح أكور ال4 أرباع وأتركهم على جنب يخمروا كمان 10 دقايق ربع ساعة، وبعديها رح أبدأ بفردهم. عندي هون صينية مقلوبة على ظهرها راشش عليها شوية طحين وسميد لأني رح أخبزهم على إشي اسمه حجر البيتزا أو البيتزا ستون. لو أنتم ما عندكم حجر للبيتزا ممكن تستخدموا اي صينيه تخلوها بالفرن تكون اوريدي هي سخنه وبعدين نزلوا فيها البيتزا، هيك بتطلع مظبوطه اكثر وبتستوي اسرع. الخلطه الاولى اللي عندي اللي هي المسخن راح افردها على العجين وبس، ما راح يكون في عليها اي اضافات، راح انزلها بالفرن على حجر البيتزا. الخلطه الثانيه اللي عندي اللي هي الفيلي ستيك فراح احط عليها موتزاريلا وتشيدر، وبرضه رح احطها بالفرن على حجر البيتزا. البيتزا الثالثه اللي عندي مكوناتها جدا سهله وبسيطه، بس حضرنا الروبيان وهون عم بدهن الدايناميت على عجينه البيتزا. رح اوزع الروبيان بطريقه متساويه، وبعديها رح ارش عليه شويه جبنه موتزاريلا، والاغلبيه رح احطها من جبنه التشيدر. رشه بصل خفيفه بتعطي نكهه ولون رائع لهاي البيتزا.
ويا جماعة الخير، بدي اعتذر منكم، اندمجت انا في اكل البيتزا لدرجة اني نسيت اشغل المايك. اعطيكم اياه باختصار، بيتزا المسخن اعطت نتيجة انه شوف اللي بياكل مسخن بياكل مسخن عشان هو تصيبه هاي نشوة المسخن، متعة المسخن. بيتزا المسخن عادي تاكلها وتكمل حياتك طبيعي، اشي كتير خفيف فيه نكهة المسخن، بس اجين اشي كتير خفيف يعني لا يشبع رغبات المسخن جوا الوحش اللي داخلك. ننتقل للبيتزا اللي بعدها، التشيز تيك بيتزا. التشيز تيك بيتزا فيها شغلة انا صراحة بحبها، العجينة نفسها بتتشرب سوائل اللحمة، فبتصير هيك من النص فيها هيك لبة طرية. هاي انا عندي بالدنيا، هاي عندي ازكى اشي في البيتزا كلياتها. بحب القرمشة من برا وبحب كل الكلام هذا، ولكن طبقة هاي اللي بسموها صاجي او خلينا نقول اللي متشربة هذا المية اللحمة هاي. الوصفة الثالثة كانت هي الدايناميت. هلأ الدايناميت صوص بالفرن شوي اختلف الوضع لأنه صوص نشف، كانت زاكية ولكن مش بقوة الوصفات اللي عطيتكم إياها بالحلقة الماضية. يعني الحلقة الماضية أنا عطيتكم 3 وصفات بالدايناميت وبنافسه على الدايناميت شريمب اللي كل الناس بتعرفه، لكن هاي الوصفة لا عادية يعني ممكن تطلبها، ما حتزعل إنك طلبتها بس ما رح ترجع تطلبها تاني. بس يا جماعة الخير، هذا كان كل إشي لليوم. إذا عجبتكم الوصفات انزلوا يعني تكرموا عليه هيك شوية لايك كومنت سبسكرايب، ابعتوا للناس اللي حواليكم، يعني مش غلط، تعاونوا في المحبة. ايش اللي تعاونوا في المحبة هاي؟ زي ما حضرت الحلقات الماضية فيكم تحضروهم من هون، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب من هون على هذا الايموجي تبعي، واشوفكم الحلقات الجاي. سلام.